حضرنا في الجولة الثانية للحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة نيابة عن الأخ الكاتب العام الذي يوجد في مهمة دبلوماسية خارج أرض الوطن. ناقشنا مجموعة من الأشياء، لا سيما الاتفاق الذي تم في أبريل 2022 والذي تم تنزيله عبر مشاريع قوانين التي جاءت بها الحكومة، وكلها تضخ أو تصب في تحسين الدخل. إذن وناقشنا مجموعة من الأشياء هي ضرورة تخفيض الضريبة لأن القدرة الشرائية أنهكت من جراء مجموعة من الإجراءات التي صاحبت الغلاء والسياق العالمي. إذن وكذلك ندعو إلى تحسين تعويضات المسؤولين الإقليميين والجهويين وكذلك المدراء. ثم لابد من إعادة النظر في الأنظمة الأساسية لتصبح متشابهة أو وتكون دائما منصفة. لابد من إعادة هذه إعادة النظر في هذه الأنظمة. ثم كذلك لابد من إطلاق الحوارات القطاعية حتى لا يكون هناك نوع من ليس هناك جسر بين ما هو مركزي وبين القطاعات. فنحن ندعو جميع القطاعات الحكومية أن تنخرط إيجابيا في الحوار القطاعي لدرء المجموعة من الإشكالات وللانسباب أو الانكباب على مجموعة من الإشكالات القائمة. ثم كذلك تحدثنا عن قانون الإضراب وقانون النقابات وكذلك التقاعد في الذي ستأتي به الحكومة في الشهور القادمة. الاتحاد العام طبعا سجل بإيجاب تفهم الحكومة لمقترحاته، وكذلك يتفهد تمنا الإجراءات الحكومية التي بادرت إلى تفعيل قرارات أبريل 2022 في 4 أشهر، ونزلتها سيبدأ تفعيلها من شهر شتنبيل. ثم كذلك نسجل أن الحكومة استقبلت النقابات قبل قانون المالية، وهذه أول مرة في تاريخ النقابات تستقبل الحكومة قبل قانون المالية. إذن نحن سوف ننخرط إيجابا في هذه القوانين. طبعا سوف ندافع عن مصالح الشغيلة، وكذلك سوف نستحضر المصالح العامة والتوازنات العامة.